Dann gut. ايه هو هسه نغطي. من تشتغل تاخذ البيست اوكي. هسه راحت تقريبا الفايبر سيج اسوي رول. دائما اشتغل بالمونيمر عادي. اوكي. الابلكيشن راح يصير كالاتي. اريدها منطقة منطقة الرج منطقة الرج لا ليش اغطي يعني بس اريد هاي على مكان ادنشوس حتى احط على اساس الباكرة اشيل الاكسسوارات هواية اوكي عرفت اني بولدر تمام الثكنس اريدها يونيفورم ثكنس بس بوستي عفوا على الرج هنا اريدها ثن اوكي انا راح احط بايت واحط اسنان عليها تمام ترى هو المشكله مالتنا انه ما اعرف نسوي الثكنس مالته يعني ما نسوي يونيفورم كله بنفس السعر زين دكتور احنا ليش ما نستخدم هاي نحطها بين زجاجتين حتى نحطها بشنو؟ الثكنس مالته يكون متساوي ليش؟ تسويها وبعدين تسوي ابلكيشن عادي انا هسه دا اسوي ادجستمنت يعني على الثكنس اللي اريده اوكي يعني دكتور هذيك الطريقه ام صحيحه؟ ام صحيحه شنو مشكلة؟ ترى ما الحاله لازم نسوي بلوكات الليمبو تيث شنو عيني؟ الليمبو سايد مال الانتيريور تيث ايش بيها؟ لازم نسوي بلوكات اي يعني انا هذا مو الكاس فقط يعني كشكل لا شوفت اوكي يعني هو لازم نسوي بلوكات الليمبو تمام لازم حتى لا يصير يعني تدخل انبدل وتسوي لنا انترفيرنس اي سوري اوكي بس انا هسه الحين دا اتقيد بالبوردر اني دا اتحكم بها بدل السلاب اوكي اهم شيء قلنا فيرتيكال هيج تمام اشي شكو اكسس تمام حتى لي قبل السيد من السيد التعب لي بعدين بالانجن والى اخره وما تطلع بسهوله من الكاس تمام انا هذا شكو الزايد هنا اشيله تمام لان هي فقط عباره عن وظيفتها ريكوردينج تسجل لي سنتر وفيرتيكال دايمنشن سايز بيشنت مود يعني ما راح تمثل لي فاينل بروسيدر مرات اسوي نارو يقولوا لي حتاثر على الريتينشن اندر ما تاثر انا الماستر كاست محتفظه به بعدين احط له هاي تو كيور باكينج راح يعطيني شكل الفاينل بروسيدر من اسوي باكينج اوكي بهاي الستيج فقط احتاج لان احشمرها بالكورد بيز من اسوي بلاستيك ميزي بلاستيك يعني مشتغلين انت قبل اوكي تمام هاي انت بس اريده فقط ايزي ريكورد للسنتريك والاكسنتريك ترى تنزل البوردر مال البيست فيو اي عادي ممكن اقل مو الا للديبا ليش لانه قلت لك انا اريد بس سهوله انسيرشن ولا اكسنتر ما نقدر نعتبرها الدنشر فلان لا هاي مو الدنشر ابد ماستر كاس انا محتفظه به هو اسوي عليه باكينج هيت كيور باكينج هيت كيور ادخله كيورين نفايه فقط وظيفتها اسوي عليها ارنجمنت اوف تيث واخذ فيها السنتر الاكسنتر جوريليشن وبعدين من اسوي دي فلاسكين انتم شايفين من نسوي فلاسكين وباكين ما راح نشتغل الان صير بجهه بلاير وبلاير الثانيه المكان مال ماستر كاست اوكي فالريكورد هاي شيلها اشمرها بعدين قبل ما اسوي باكين ريكورنج لفانا بروسيس المهم ثكنس انت تتحكم به قلنا بس المهم اريده يعني ثن بالإنجن بعدين تترتب شوف عندك working time هواية تشتغل على راحتك اوكي شاكورا شارب انجل اشيلها اوكي فاونديشن الى اخره
بلوك اوت اللي عنده كارت في بلوك ليه مو بس يسوون يعني لينجوال سيرفس او لينجوال عنده كارت مال اباتونتين حتى بقيه الاسنان اي عادي مو ضروري هذا الشيء يعني عادي حتى ممكن اكسيند يصير فريم ورك اكسيند فريم ورك يصير اوكي هاي دائما بالموني ما راح اشتغل طبعا انا سينسايتس الله يستر اليوم يعني ما شاء الله الله يستر اوكي هاي حتى كلها الاكسس اشيلها منها اوكي اوكي حتى بعدين بالانجل تعب بيها اوكي تمام هاي الشاب عن دوك هات ان شاء الله تمام يعني حتى لو منا اندر عادي عادي مو مشكله اوكي انا اكملها بواكس بعدين شوف شنو هاي ما تمثلني البرنامج مو مهم المهم انا يعني فتشي اسوي عليها ارانجمنت اوف ذا تيث هسه قبل ان نسوي البايت ننتظرها السيد ونبدا تقييم البلوك اوت والكلاس اللي اشتغلتوها جروب بي هذا جروب اي يعني مع العلم عدد هوايه المفروض كنا اي موجود دكتوره ماذا يجون منا كي يحاولون يدخلون ولا هو مو عدد كما دخلت مو بالله ما دخلت بدك تطلع وما دخلت دائما الجروب الاول سواء كان اي وبي يصير لا لا وحتى لو عدد قليل يحجون يحجون ايش قد يحجون ترى حتى احنا يعني كنا ثلاثة أربعة طلاب قاعدين هنا بس ما سوينا صوت ما يمكن تتقالها اي هم يحجون شغله ومن تقول لهم قالوا ايش دول البي انتم كلش زين حتى والله رايكم بتقييمكم كل شيء يخلون واحد اعصاب اوكي بس طبعا مجرد بعدين هاي تونا ما سير؟ بعد لا الجو بارد. هاي حطي على جهة بين السيارتين.